سابقا سواء ان يعني دخول شهر مبارك او خروجه تستعد يعني الجماعه من هنا يذمر فطرتهم تمر والقهوه وكل بلاد توقف تراب الهلال واني وقت مثلا ما لقي الهلال يتعالموا يعني بالطارش انما هلينا والى كان لقي الهلال سواء دخوله او ندوره زين يضربه ضربتين تفق ثلاث ضربات استعدادنا كان حقيقة يعني في قريب شهر رمضان في شهر شعبان الحقيقة إن بالفرحة العظيمة نترقى هذا الشهر المبارك وشهر الأيمان والرحمة وشهر يعني النور والأنوار كل مسلم يعني هو يفرح به وكل مسلم هو ما باستعداد من سبب الأكل والشرب للناس استعداد هذا يعني الشهر المبارك بالأيمان كنا هذه الأغراض ناتيه على طريقة يعني من هنا إلى نزوة أو لزكي بالحمير هذا لا يعني نشر متاعنا إلى الحمير وبمشي الأقدام لك لهم قليل يعني هذا ما من الخارج يعني يجينا يعني عبارة العيش وكل شيء ليش حتى العيش قليل كل الأكبر إن الناس من دكين على البر والزراعة وثروة الأرض إن في ذاك الوقت الحمد لله رب العالمين الخير والرزق فاضل من جهة الأمطار إن الفطور معنا المسجد الجماعة مسويت له فترة والفترة هذه شيء مع مال في الوطن عند المال هذا في على كل سنة يربع منا تمر كما نقول حنو قراب سح أو ضميتين سح وبيطلعن ويذخرن هذا الضميتين على فترة الجماعة بالسبلة ويفطروا جميعا والفترة تكون يعني من مسك التمر هذا وبسبب الماء يعني الذي هم ياتوا على الوضع كان هذا يأجربه يعني في الشهر قرش يعني مدخل شهر رمضان قرشين وثلاثة من مال المسجد الماء هذا يعني يسويه داخل الحوض حتى يعني يكون إلى الصلاة ويتوضي منه داخل المسجد قريب المسجد زين ويتوجه إلى الصلاة نحن اولا اولادنا من يكون معنا كان سواء مناسبه او فتره او كل شيء نطرش الاولاد هذا لا يروحوا الى الاهالي ويروح يوديوا الى البيوت بو الله تعالى يرزقهم اياه هذا ما اول تجمع لنا فيه يعني تقريبا بادين اكثر من 10 سنوات والحمد لله رب العالمين كل سنة نكون مع بعض هذه التجمع تزيد الألفة تقوي الرابطة يعني من 10 سنوات في ناس كانوا ما شاء الله ما كنا نجدهم الحين أصبحوا موجودين كذلك كانوا معانا شيابنا أصبحوا لحد الآن ما موجودين خلف أولادهم كانوا بذلهم فحقيقة أنا أشجع كل من يفترض أن يكون في تجمع أسري يعني ما ماشي أفضل منه هذا التجمع والله زرعنا ما بين البيوت هذا من سبب أولادنا يعني زرعنا الحمد لله رب العالمين شيء طيب والأولاد بارك الله فيهم ما يقصرون لبرهم من هذا المكان إلى البيوت وكل حاجة ويؤدي الواجب بما نبغاهم نحن نزيري مستطيعين وبارك الله فيهم ما يقصرون